21 كله هالمنكر حنا بلا مجلس هنا الحالي لمتها عاد لو اني هنا يا سنيني كلها طر جيبي طر افا ذي قد كمها زمعة انكسرت يلا ما عليه حلوى دبل حلوى دبل عليكم السلام ايش حالك مناك ابوي مناك وين من اطلع من هنا ماني بطال ماني بجاي انت وين بغيت طال عمرك شحالك اليوم حياك الله ساك طيب شلونك ابوي ساك طيب ابشرك انت عبد الرحمن لا رفيد ودعم ايه شلونك ابشرك تقهوى بارك الله فيك هذا الشاهي الله يسعدك هذه قهوة ما بي قهوة ما بي قهوة اي بالله ايش العلوم العلوم ذاك اللي تبي مني علوم ايش الاخبار ما من اخبار ولا من جدايد روح على الجيات بدن قتلهمك اليوم جايك خفة اليوم جايني خفة اي انا مستخف من يوم خلقني الله وقفت على يا مرحبا اللي على البال مريت يا مرحبا لو كان من تبتبينا هذا الدكتور عبد المحسن يا مرحبا الله حي عرفت الدكتور اللي يحتاج له دكتور هذا هو الله اللي يطول عمرك انا تراهم جايبيني هنا خصيصا عشان اعالجك والله اندبتني ما عالجتني بالعافيه مره ها والله اندبتني ما عالجتني انا والله صادق انت يبغالك بروفيسور وضعك ايه وضعك منتهي ايش معنى بروفيسور بروفيسور يعني كبير الاطباء خذني كبير الاطباء شيء ما وراه شيء وضعك مزري عطنا واحد معك ابو يلا وراه البلا هذا وراه البروفيسور يلا صخك على اذنك ارحب يلا حي ابو شاكر هلا وغلا ابو شاكر نبي قصتنا الجزء الثالث بسم الله هو قصته ذا السالفه لين ينتهي برنامج والله ظني انها 90 ليله كل يوم 16 كلمه يا مرحبا يا ابو شاكر انجال طال عمرك كله بيال الله يحييك لا الله يطول بعمرك جانا الاعداد الوحيد يلا سب شوف الباب ذا وين؟ زمزميتين وكيسان اعطني اياها ذاك الباب ذا باب ذا ايوه في زمزميتين نفس هذه وكيسان اسمع السالفه ايوه بكل سبي صب لها انا ماني بادي قهوه ولا شاي؟ انا بجيب لك اياها بجيب لك انا اللي بجيب لك والله ثقل كوي بقهوه ولا بشاي؟ انا شوي خلي تعال انت بقهوه ولا شاي؟ يا مسلم بقهوه ولا شاي؟ لا انت مشاكل النوم والليل اسمع يا ابو انا اي انت اسلم انت ما ضيق الله عليك من غتر لا تاخذ اللون ذا احلى لون ها ما تدري انت هذا اطلق له عنك طلامك عنك الله يحييك عنك الله يطول بعمرك يا اخ نادر عز الله ان ثقافتك وادائك المبدع تعال استحى لا والله لا مركزك ابو مركز الراوي ها اي مركز الراوي شاي ولا كمان يا نادر سم استريح ورد خلي طلبك ورد خلي شاي الله يحييك اي بالله ولك تهون خدمك المال والبنون الله يطول بالرفاهي والبنين طبعا هذه ترى من تقهو طر جيبي مكبر يده تقهو رب الفلق يا ولد ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله لا اله الا الله اخر شيء وقفنا عنده وين يا شباب بسم الله حفظ الرحمن يوم تل الرجع حفظ الرحمن يوم صارت التله عقب ما تضاربوا ترى اي يوم الخوينة فزعوا له ربعه حفظ الرحمن والمسلمين اللي معاه يا سلام وصارت صفق شديد يقول يا ولد انا تخلصت منهم مع انهم كانوا مضروبين من الشرطه ضربه شديده يعني قاموا عليهم هذا لكن هذه يقول كانت النعمه النغمه انا صار لي اسم وصار لي ظهر ورحت عند ربعي لكن المصيبه شنو اللي صار الحين؟ جو بدوا الحين زادت عليه اسمع اللي صار يقول جونا الشرطه بعد ما جمعونا في مكان واحد وابتدا يعني شكل من اشكال التعذيب الشديد جدا حطونا في زنزانه احنا يعني اللي دافعنا عن حقك انت يا بدر خوينا هذا معاهم هو ويجلدونهم جلد الويل يوم انتهى الموضوع قالوا من يسبب المشكله؟ قالوا احنا تقاضينا حق خوينا واحد منهم زل لسانه كان ينطح في ذا الرحمن قال لا انا بيني وبين الرجال مشكله قديمه ما يبي يدبس خوينا قال هذا الرجال ما له خص ولا سوى ولا شيء عن منو عن بدر خوينا بس في واحد منهم زل بعد ما ضربوه علم
قال جان الرجال هذا اللي توه جاي وحفيظ الرحمن فزع معاه فزع يحدو يق حفيظ الرحمن يقول ليه تسولف عنه ويمسكون خوينا بدر مع حفيظ الرحمن وبدت مرحلتهم في الصاجة يسمونه فليش الصاجة هذه الصاجة عبارة عن شنو متر